شروب العز والخير والله العظيم، وبشروب الوفة اللي تعز رجالها. هذه جود، جود مع المركز الأول، جود مع الصدارة، جود مع مقدمة الشوط، لكن أيضا بنظفر مع المركز الثاني، مع حربة لمحمد بنظفر الهاجري مع المركز الثاني. المنافسة ما بين الأشقاء، المنافسة ما بين الأشقاء، حربة مع المركز الأول، حربة غيرت إلى المركز الأول إلى الناموس، ويبقى الناموس والفوز لأهالي ميدان الشهيد. هذه حربة، وتهانينا لمحمد بن ظفر الهاجري على فوز حربة في المركز الأول. المركز الثاني وكان من نصيب جود تعود ملكيتها للسيد سلمان. هنا ينطلق في هذا المسار وفي هذا التحدي، بدت الحركة، بدت المعركة الطاحنة من أجل الناموس ومن أجل السيارة. الله، معركة طاحنة. العاصوف هنا يعصف على المقدمة، هادي بن حشر بن ظفر الهاجري البارز والعاصوف، هنا مهدي بن مسفر، هنا ينطلق بن مانع البارز محمد بن مهدي بن مانع العجمي، يحقق ناموس هذا الشوط. سلام وتحية واحترام لمحمد بن مهدي بن مسفر بن مانع العجمي على فوز البارز وتحقيق الانتصار. تهانينا والف مبروك المركز الثاني. وصل الصباحية للإنتاج بهذه الأمسية الغالية. يا سلام، انطلاقة شوط الحقايق للإبكار، مسافة 4 كيلومترات هي المسافة المحددة لهذه الانطلاقة من اللجنة المنظمة العليا لهذا السباق. انطلق وإياكم لكي أرحب بالحضور، أرحب بالجماعة بهذا الانطلاق الكبير. اذهب إلى أول المراكز لكي أرى تواقة عبد الله بن عبد الهادي بن جديد الهاجري بأول المراكز، نقلة إلى المركز الثاني لكي أرى براقة لناصر بن سعود بن ناصر الفهادي المركز الثالث وصولا. السيارة بالانتظار، هجام لازال على مقدمة الشوط، هجام لازال مسيطر على المركز الأول مع انطلاقة محمد بن حسين الطيب على مقدمة الشوط. ثانيا هنالك جبار على ثاني المراكز بانطلاقة بداح بن مطرق بن عبد الله الهاجري، ولكن لازال على مقدمة الشوط، لازال هجام هجام على المركز الأول محمد بن حسين الطيب على مقدمة الشوط. هنا هجام مع اللحظات الأخيرة ها هو هجام. تهانينا والف مبروك لحصول هجام على المركز الأول لمحمد بن حسين الوطيب العجمي. تهانينا والف مبروك. ثاني المراكز كان الوصول مع بأول المراكز، لكن شرارة ولعت شرارتها يا ابن جديد. يالله، كذلك أثير حسين مانع بدواس العجم. يا سلام، أعود إلى مقدمة الشوط، هناك عبد الله بن عبد الهادي بن جديد الهاجري، شرارة وأثير بهذه اللحظات، أثير وشرارة. الله 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 الله، إلى المشاهدين الأعزاء، اللحظات الأخيرة، اللحظات الناموس، السيارة أهل السيارة. الله يا شرارة في أول المراكز معلنة ناموسها بهذه اللحظات لعبد الهادي بن عبد الله بن جديد الهاجري المركز الثاني. حشر Oh.
هنا في هذا المهرجان في بطولتنا 18، ها هو يتواجد بشعار حشر بن ظفر الهاجري انطلاقته على المركز الأول، ها هو بعروضه الممتازة، ها هو بعروضه الشيقة على مقدمة الشوط. الله 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 الله، عالي عالي عالي، نعم عالي عالي، نعم بمستوائه وأدائه، نعم بانطلاقته بتحدياته، عالي عالي مع حشر بن ظفر الهاجري، نعم اسم تفوق وأنجز وأبدع، ثالث سيارة هنا مع الإنجازات. سلام بن ظفر، سلام سلام بن ظفر، سلام سلام وتحية واحترام كذلك لفاضل بن ظفر الهاجري وحشر بن ظفر الهاجري، تهانينا وألف مبروك للمراكز. متابعينا الكرام، هذه سفينة، سفينة للسيد نوح بن محمد بن عبد الله الزعبي، يتواجد مع المركز الثاني والمركز الثالث المتحدة لتركي بن راشد بن علي المري. لكن أعود إلى أبناء المملكة العربية السعودية حاضرين ومتواجدين، هذه غزل، انطلقت غزل وسفينة مع المركز الثاني، الأشقاء أبناء قطر حاضرين ومتواجدين عانية من ميدان التحدي، هذه سفينة، تهانينا للسيد نوح بن محمد بن عبد الله الزعبي على فوز سفينة في المركز الأول. المركز الثاني وكان من نصيب غزل لصالح بن دعيك. وينفرد بتحديات شعار اللورد الذي ينطلق مع المقدمة، بدت الحركة وبدت الأوامر. عبد الله بن سعيد العيدة يقدم لنا ساهي، وحمد بن راشد بن رايه المري متابعا لهذا الانطلاق، مشاركا ومراقبا ومتحديا ومنفردا في صدارة هذا الشوط. اللورد 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 يحقق الإنجاز الأول، النقطة الأولى برصيد هذا الشعار والمشاركة الأولى، اللورد عبد الله بن سعيد العيدة يحقق هذا الإنجاز بدون منافس على الإطلاق، تهانينا وألف مبروك لعبد الله بن سعيد العيدة على فوز زاهي وتحقيق للإنجاز. اللورد هو صاحب ناموس هذا الشوط، تهانينا لحمد بن راشد بن راي المري. وينطلق مباشرة مع المقدمة من بداية التحدي والمنافسة من مسافة 4 كيلومترات، ولا زالت تسيطر على موقع المركز الأول. الله يا أسطورة، أسطورة مع المقدمة، أسطورة مع المركز الأول. مشاهدينا متابعينا الكرام، في تحدياتها لراشد بن بطي الزعبي يسيطر على المركز الأول، وتحديات هذا الشعار المتميز دائما، ولكن البيضة مع المركز الثاني لناصر بن عبد الله الشريفي مع المركز الثاني، ولكن أسطورة هي الأسطورة في هذا الشوط، تهانينا للأشقاء بدولة قطر على فوز أسطورة في المركز الأول، تهانينا. وصل مع اللحظات الأخيرة باحثاً عن الإنجاز وعن الانتصار في هذا المسار وبهذا المهرجان وبهذا الكرنفال المتميز، شايم 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 مع البداية، الوافي وشايم، وافي الوافي، انطلق الوافي، تسلل مع البداية محمد بن علي بن حمد ألف هيدا المري بن عايض، هنا ينطلق مع التحديات المقدمة مع الوافي الذي فاجأنا مع اللحظات الأخيرة، ولكن عادة بن شريم، شايم شايم الوافي، شايم الوافي بن عايد وبن شريم الشمري في منافسة شيقة، ولكن الوافي مع اللحظات الأخيرة يحقق الإنجاز، تهانينا والمبروك لمحمد بن علي بن حمد بن عايد المري على فوز الوافي وتحقيق الإنجاز في المركز الثاني. وصل بن شفيع المري، ولكن من الواصل في هذه اللحظات؟ وصلت هنالك أخيرة لحسين بن فارس
بن حسين بن دحيدح الذي تواجد على ثاني المراكز، ولكن الكايدة والله كايدة والله كايدة الكايدة الكايدة على المركز الأول، الكايدة على مقدمة الشوط، الكايدة نعم متواجدة على مقدمة الشوط، اي والله كايدة اي والله كايدة الكايدة الكايدة براك بن محمد بن فهيد الزبدان المري ها هو على المركز الأول، والكايدة وصول الكايدة، تهانينا تهانينا والف مبروك على وصول الكايدة على المركز الأول، براك بن محمد بن فهيد الزبدان المري. ثاني المراكز كان الوصول مع ثالث أو المنصة الرئيسية بانت، المنصة الرئيسية بانت، انغلي هناك المركز الثالث وأول نداء لشاهين بجات بن حمد بن عبد الله المري ينطلق هناك، وصل الخطر وصل الخطر، لكن المتحد المتحد ما طاع يسلم الصدارة، المتحد صاغان صاغان والمتحد شاهين، الله السيارة وين السيارة وين؟ شنار شنار اهالي الميدان، ميدان الشهيد فهد الأحمد الجابر الصباح، نعم السلامات هنا في هذا الميدان مع شنار بن محمد الهاجري، تهانينا والناموس على حصول المتحد للمركز الأول المركز الثاني. هنا اللحظات الأخيرة، لحظات السيارة السيارة الشاهينية هنا مع البراصية، ولكن بنبتلة بنبتلة اللحظات الأخيرة لحظات الناموس، السيارة السيارة الله الله الشاهينية والشاهينية بنبتلة والبراصية مبارك أم بنبتلة 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 أم مبارك، الناموس الناموس الأخير الأخير بن بطلة بن بطلة الزعفران الزعفران الناموس الانتصار معك يا محمد يا بن راشد يا البطلة المري، انتزع السيارة انتزع السلام والانتصار، تهانينا مشاهدينا ومتابعينا. الشعارات 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 كلها تبحث عن السيارة تبحث عن الناموس، يا بو يا بن حدرين ينطلق مع المقدمة بن حدرين، ينطلق شاهين على المركز الأول، الله الله أو مبارك بن هادي عفوا جبار 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 شعار بالراية، مبارك بن هادي البريص المري ينطلق هناك مع الأمتار الأخيرة مع الأمتار الحريجة الأمتار المجنونة، نعم نعم بالراية أعلن الراية راية الناموس تنطلق مع انطلاقة بالراية وانطلاقة جبار إلى الناموس، تهانينا والناموس المركز الثاني. مشاهدين الكرام كان هنالك انتزع الناموس دائما والانتصار مع العفرة، من انتزع السلام انتزع الانتصار مع وحاشة، من غادرت الجموع بالسلام الممتاز وبالناموس بالسيارة بالسيارة السيارة مع وحاشة ومع الزبداني ومع الزعفران مع ناموس هذا الشوط وتحديات هذا الشوط، سلامي لك يا ناصر يا الزبداني على هذا الفوز على انتزاع السيارة هنا مع هذه اللحظات، وزود الزعفران على راس وحاشة وتستاهل وحاشة ناموس هذا الشوط مع الأداء المتميز وناصر بن محمد بن فهيد الزبدان المري، تهانينا على هذا الهوز وانتصار المراكز، فكانت ترايب وحمد محمد تزلزل الميدان تزلزل الميدان تحت اخف القعادين، الله يا الحذر شاهين والحذر شاهين والحذر شاهين والحذر البريصي وكذلك بن جفران، الله الامتار الاخيره الامتار الاخيره الامتار الاخيره، الحذر شاهين شاهين الحذر الحذر شاهين الحذر شاهين الحذر شاهين
شاهين الحذر 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 الله الحذر الحذر على المركز الأول الحذر على المركز الأول الأمتار الأخيرة الأمتار الأخيرة أمتار ذهبية أمتار التحدي أمتار المنافسة الحذر 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 مسعود بن حمد بن محمد آل جفران تهانينا وألف مبروك على حصول الحذر على ختام الأشواط والتحدي مع اللحظات الأخيرة. نعم